والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ منورين مكتبتي. معاكم محمد. فيديو جديد هنتكلم فيه عن واحده من ساعات كوبي الابل اللي توفرت مؤخرا في السوق المصري. قبل ما نبدا الفيديو، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ويا رب تكونوا اتبسطتوا في السبع ايام اجازه اللي فاتوا، وتكونوا استثمرتوا الوقت ده في حاجات مفيده، غيرتوا جو، اتبسطتوا، قريتوا كتاب، عملتوا اي حاجه اتبسطتوا بيها، ويا رب تبقى ايامنا كلها سعاده. هنتكلم النهارده عن واحده من الساعات الكوبي الابل الجديده اللي توفرت في السوق المصري، وهي جي اس 7 برو ماكس. ساعه من الساعات المحترمه جدا اللي جايه من براند الاتش دبليو، او اللي بتشتغل على برنامج الوير فيت برو. طبعا الساعه بتيجي بمواصفات حلوه جدا واساسيه في اختيارك لساعه كوبي، زي ان هي بتيجي بشاشه كامله، وده حاجه من الحاجات المهمه جدا في اختيارك دلوقتي لساعه كوبي. كمان بتيجي كوبي سيريال 7، وكمان بتيجي بكواليتي وماتيريال محترمه. تعال نبدا الفيديو ونشوف الساعه تقدم لنا ايه، وايه المختلف اللي فيها عن تحديدا الاكس 7 بلس او الاتش دبليو 7، الساعتين اللي يعتبروا هي شبيهه ليهم بالملي. يلا بينا نبدا الفيديو ونشوف الساعه تقدم لنا ايه. يلا بينا. كالعادة نبدا بالانبوكسنج، وده شكل العلبه. ناخد بالنا ان في حاجه اسمها جي اس 7 برو ماكس وفي جي اس 7، موضوع مختلف كتير ما بين الساعتين. فدي الساعه اللي معانا النهارده، وهي الساعه جي اس 7 برو ماكس. مقاس الساعه واللون بتاع الساعه، اسم الموديل زي ما احنا شايفين، الساعه مكتوب ان هي اوريجينال بالطريقه اللميعه دي، اسم برنامج الوير فيت برو، يعني شويه تفاصيل عن المنتج من الظهر. نفتح العلبه مع بعض. محتويات العلبه من الداخل الاستراب والشاحن الوايرلس الماجنتيك، واخر حاجه معانا في العلبه الساعه زي ما احنا شايفين. ادي اللون الاسود، طبعا الساعه بتيجي باللون اللميع، الساعه بتكون فيها اللمعه الجميله دي، برضو في ناس بتحب اللمعه. جدير بالذكر النقطه المهمه اللي لازم نتكلم عنها، ان الشاشه فيها كيرف لعالي كده، وده برضو من الحاجات اللي بتدي ستايل وشكل حلو للساعه. ده احنا اتكلمنا على الانبوكسنج ومحتويات العلبه. خش على الجزء الثاني من الفيديو نتكلم عن السوفت وير والمواصفات التقنيه. فيلا بينا نتكلم عن المواصفات التقنيه والسوفت وير. واول حاجه هنتكلم عنها وهنتفرج عليها هو شكل الساعه. زي ما احنا شايفين الساعه بتيجي بنفس شكل سيريس 7، اللي هو يبقى فيه فتحه سماعه واحده من هنا، تيجي وزرار سكرول بالشكل دوت، والبوتن والاثنين شغالين بشكل كويس. فزي ما احنا شايفين ادي شكل الساعه. الساعه بتيجي بشكل متقارب جدا ويكاد يكون بالملي من ساعه الاكس 7 على سبيل المثال. الساعه الناس كلها بتسال عنها وبتطلبها، فهي بتيجي بنفس المقاسات وبنفس حجم الساعه الاكس 7. نتكلم عن السوفت وير ونقول برضو ايه الاضافات في الساعه اللي معانا النهارده. كده عادي نخش على الويب سايت بتاع الساعه وبنشوف المواصفات التقنيه. فبيقول لك اهوت الساعه الجي اس 7 برو ماكس. اول حاجه نتكلم عنها هو وزن الساعه بالاستراب. وزن الساعه بالاستراب 50 جرام بالظبط. بالنسبه للدايمنشن وابعاد الساعه، فعندنا الساعه بتيجي بعرض 37 انش، وبتيجي بطول 43.3 انش. ساعه صغيره نسبيا مقارنه مثلا بالدي تي 7، وبتيجي بسمك 12 انش و8 من 10. الساعه طبعا بتيجي بشاشه اي بي اس، وسكرين سايز حجم الشاشه او حجم الحواف في الشاشه 1.92 انش، الحواف صغيره. طبعا الريزوليوشن 330×385. الساعه تحت اشعه الشمس وفي ضوء النهار بصراحه ممتازه جدا جدا. طبعا بلوتوث 5.2 وبلوتوث مستقر جدا في الاتصال. على مدار الاستخدام الثلاث ايام اللي فاتوا كان الاتصال معايا مستقر جدا. حاجه مميزه جدا في الساعه واللي تميز جي اس 7 عن الاتش دبليو 7 او عن الاكس 7 بلس اللي كنا اتكلمنا عنه قبل كده، اللي هي شبيهه ليهم بالملي، ان البطاريه بتاعتها 360 ملي امبير. فرق كبير جدا في البطاريه، فرق 160 ملي امبير. طبعا ده مديها افضليه في نقطه البطاريه تحديدا. كده احنا اتكلمنا عن كل المواصفات التقنيه للمنتج. ما عدناش بننبهر بالشاشه الكامله. ده في ساعات بتنزل دلوقتي باستمرار شاشات كامله، فالشاشه الكامله نعم هي ميزه قويه جدا دلوقتي. لسه في ساعات كتيره مش شاشه كامله، فاختيارك لساعه من الساعات الشاشه الكامله ده هتبقى اوبشن كويس، لكن مش هنقعد نتكلم عن موضوع الشاشه كاملة بشكل كبير، لان خلاص بقت ميزه مش محتاجه ان احنا نتكلم عنها كتير. اول حاجه لما بنسوايب لتحت كده بنخش على الشورت منيو. المميز في ساعات الاتش دبليو الجديده اللي فيه حاجات كتيره تقدر تتنقل ما بينهم، هتكلم عنهم باختصار. فيهم بلوتوث المكالمات، فيهم الشير لوكيشن، فيهم الدفع عن طريق الكيو ار او المحفظه الذكيه المتوفره معاك، فيهم الكيو ار بتاع السوشيال ميديا، فيهم الدفع عن طريق علي باي، اوبشن مش مدعوم عندنا، فيهم السيتنج اللي فيه حاجات كتيره جدا هنتكلم عنها بالتفصيل، فيهم نقطه ان انت تتحكم في الفيديوهات من على الساعة.
الساعه التايم والتاريخ. بعد كده عندنا الويك اب، لما بنضغط عليه كده بنفتح الساعه ونقفله، لما بننزل ايدنا كده الساعه بتضلم ونرفعها كده الساعه تنور. لو لغينا الويك اب لما بننزل ايدنا الساعه ما بتضلمش غير بعد مده محدده، لما تيجي ترفع ايدك مش هتنور، فده من الاوبشنات المهمه جدا في اي سمارت ووتش. عندنا هنا وضع عدم الازعاج، هنا عندنا الاولوز اون ديسبلاي، لما بننزل ايدنا كده الاولوز اون ديسبلاي بيشتغل معانا لما بننزل ايدنا كده، هوريها لك تاني بسرعه. زي ما انت شايف قبل ما ارفع ايدي هتلاقيه اشتغل، هوريه لك في الصور اللي انت شايفها معاك دي. طبعا لو عايزين نعمل لوك سكرين للشاشه وما ينفعش نعمل اي حاجه، لازم نضغط 3 ثواني لحد ما نفتح اللوك سكرين، 3 ثواني بالشكل ده. بعد كده عندنا وضع توفير الطاقه، الاوبشن المميز جدا في ساعات الاتش دبليو. وضع توفير الطاقه بتقفل كل حاجه، بتبقى ساعه بس وبيبقى استخدامك ليها ساعه فقط، ما بتعملش اي حاجه غير ان هي تديك الوقت والتاريخ واليوم وبتعد لك خطواتك. تلغي الاوبشن ازاي؟ ضغطه طويله بالشكل ده كده لمده 5 ثواني بتلغي الاوبشن. عندنا هنا التحكم في السطوع من 20% لحد 100%، هنا الـ NFC والتحكم فيه من على البرنامج. المنبه لو عايزين نفتحه ونقفله، لكن لو عايزين نضيف اوقات المنبه هيبقى من على البرنامج. هنا البحث عن الموضوع، ده بالنسبه للشورت منيو واللي موجود فيه. لما بنطلع لفوق كده بنخش على القائمه اللي موجود منها 4 اشكال، بنختار ما بينهم الشكل المناسب لينا. لما نسوايب ناحيه اليمين بنخش على الشاشه الجانبيه اللي فيها اخر 4 تطبيقات احنا شغلناهم، فيها التاريخ واليوم والوقت، وفيهم كمان درجه الحراره، وفيهم هنا الكيو ار بتاع البرنامج. لما نسوايب ناحيه الشمال بيبقى عندنا الشاشات الجانبيه اللي بنقدر نتحكم ونضيف اللي احنا عايزينه، وبنقدر نلغي اللي احنا مش عايزينه، بيخلينا احنا نضغط ضغطه طويله بالشكل ده كده ونبدا نمسح اللي احنا مش عايزينه، وبكده احنا نكون مسحنا كل حاجه ونضيف احنا محتاجينه. لما نخش على القائمه الرئيسيه بالشكل دوت، طبعا التاتش سموز جدا كعاده ساعات الاتش دبليو، والريزوليوشن زي ما انت شايف وتشبع الالوان ممتاز جدا في الساعه اللي معانا النهارده. ايه اللي موجود جوه القائمه؟ بنخش على القائمه بالشكل دوت، والمعتاد بتاع كل ساعات الاتش دبليو برده هي الحاجات الاساسيه. هنا لو عايزين نعمل ريسيت للساعه، نتحكم في الريزوليوشن، شغل الستوب ووتش، تحكم في الصوت والفايبريشن، لو عايزين نعمل ريسيت ضبط مصنع، لو عايزين نخش نشوف الويزر ونقدر ان احنا نشوف 4 ايام بعد النهار بعد اليوم اللي احنا فيه، التحكم في الساوند من على الساعه. بعد كده عندنا السيتنج اللي فيها شويه اوبشن زي ان احنا في الويك اب، وان احنا نفتح المنبه ونقفله، وعندنا ان هو نفتح الاولوز اون ديسبلاي. هنا مده الشاشه بتاعه الاولوز اون ديسبلاي من اول 5 ثواني لحد 600 ثانيه. بعد كده عندنا وقت ايقاف الشاشه لما تكون الشاشه منوره تفصل او تضلم بعد قد ايه، من اول 3 ثواني لحد 30 ثانيه. بعد كده عندنا هنا اعدادات اللغه، في مجموعه من اللغات نقدر ان احنا نغير، مجموعه مختلفه من اللغات، منهم طبعا اللغه العربي واللغه الانجليش. ضبط الوقت لو عايزين نظبط الوقت من على الساعه، الريزوليوشن او الاضاءه، وضع عدم الازعاج وتشغيله من على الساعه موجود في السيتنج، التذكير بالصحه موجوده في السيتنج، وضع توفير الطاقه برده موجود في السيتنج لو عايزين نعمل كلمه سر موجوده في السيتنج. بعد كده عايزين نخش على الكيو ار بتاع البرنامج، الاباوت بتاع الساعه زي ما احنا شايفين اسم الساعه واسم البلوتوث الخاص بالمكالمات، لو عايزين نقفل الساعه، ولو عايزين نعمل اعاده تشغيل، ولو عايزين نعمل استعاده الضبط. ده اللي موجود جوه السيتنج. عندنا هنا دي مكالمه الطوارئ، هنا السيتنج بتاع المكالمات، في المكالمات الاخيره لو عايزين نصل بحد، كل الاوبشن دي بتشتغل لما بنكون رابطين الساعه بلوتوث مباشر. اوبشن تنزيل تطبيقات من على برنامج الوير فيت برو، نبض القلب اللي للاسف الشديد بعد تجربه كتيره مش شغال بشكل كويس، لكن خلونا اوريكم برده القياس مقارنه مع الاكسوميتر. عملنا مجهود، والقياس بعد المجهود كان 135 او 134، والساعة الياس زاد والنبض زاد لكن مش قريب للحقيقة، احنا بنتكلم في 133 والساعة 110. للأسف الشديد الساعة لا يعتمد عليها في القياس، لكن هي ادتنا أرقام كبيرة أو علت بالأرقام لما عملنا مجهود، لكن ما يعتمدش عليها بشكل كامل في قياس نبض القلب. بعد النبض عندنا هي لو عايزين نخرج للشاشة الرئيسية، بعد كده عندنا ساعة أوف، بعد كده عندنا جوجل أسيست أو سيري حسب نوع موبايلك، هنا الأباوت أو تعريف للساعة، دي السيتنج الخاص بالموبايل، مكالمات، هنا الاكسجين في الدم، هنا الوضع الرياضي الحالي اللي هو مشيت النهارده كام خطوه وحرقت كام سعر حراري، عندك كمان الاله الحاسبه اللي عايز تعمل عمليات حسابيه، اوبشن التحكم في الكاميرا عن بعد موجود في الساعه، قياس النوم بتاعك بتجيب لك اهوت نمت كام ساعه نوم عميق وكام ساعه نوم خفيف، الاشعارات وشكل الاشعارات اللي بتيجي للساعه، الساعه برده فيها ميزه ان هي بتيجي بصوره البرنامج اللي جالك منه اشعار، وتعرفك اهو الاشعار جه بتاريخ كام والوقت بتاعه، حجم الاشعار اكبر بكتير من حجم الاشعار في الساعات بتاعت الاتش دبليو قبل كده، السوفت اللي كان قبل كده، ده شكل الاشعار اهوت. اخر حاجه عندنا هي الحد من التوتر، وان انت تاخد شهيق وزفير مع حركه الدايره بتعمل فايبريشن، تاخد معاها شهيق وزفير فبتعمل حد من التوتر بالنسبه لك. ده كل اللي كان موجود جوه الساعه، وكده احنا اتكلمنا عن كل
السوفت ومواصفات التقنيه خاصه بالساعه من الداخل. نخش على جزء ثالث الفيديو ونتكلم عن ربط الساعه بالموبايل. فيلا بينا نتكلم عن البرنامج وربط الساعه بالموبايل. ومش هنطول قد ما نقدر، نحاول نختصر. احنا اتكلمنا كتير عن برنامج الوير فيت برو. الساعة طبعا الكونكشن بتاعها سهل جدا، مجرد ما نفتح البلوتوث ونبحث بالبرنامج بنلاقي الساعة مباشرة. يعني مفيش اي اضافة في الساعة من ناحية البرنامج، هي تقدر تغير خلفيات، تقدر تنزل بطاقة عمل، تقدر تعمل محفظة جيب، تقدر تعمل NFC، اوبشنز كتيرة موجودة واتكلمنا عنها مرارا وتكرارا. وزي ما احنا شايفين اهو، تقدر طبعا تضيف 10 اسماء يكونوا موجودين على الساعة. الاسماء دي زي ما احنا شايفين اهو، ده اشعار جالي دلوقتي وادي اللغة العربية شغالة بشكل كويس. فنقدر نضيف الاسماء دي بتتنقل على الساعة، يعني احنا ضفنا لها اسم. طبعا نقدر ان احنا نعمل بحث عن الساعة، تعمل فايبريشن كده في ايدي، نقدر ان احنا برضو ناخد لقطة من على الكاميرا وهي شغالة بشكل كويس، ولو مجرد بتهز ايدك بتاخد لقطة على طول. الساعة طبعا تدعم مجموعة كبيرة من الخلفيات تقدر ان انت تنزلهم، تقدر تنزل كمان صورة شخصية من على الموبايل. زي ما احنا شايفين ادي نقدر ننزل صور شخصيه. بالنسبه للاشعارات اللي بتيجي من البرنامج للساعه، فبتدعم مجموعه كبيره جدا من الاشعارات. وزي ما احنا شفنا من شويه، ده شكل اشعار زي بيجي للساعه، بيجي بالبرنامج اللي جاي منه الاشعار والاشعار بتاعه. كمان زي ما انت ادي الاشعارات اللي بتيجي بقى الفيسبوك، بتيجي الواتساب، اي اشعار اي برنامج من دول تقدر تفتحه يبعت لك الاشعار للساعه. ده بالنسبه للكونكشن الخاص بالسوفت. الموضوع سهل جدا وبسيط جدا واتكلمنا فيه كتير جدا. بالنسبه للمكالمات، فاحنا بنفتح بلوتوث بالشكل دوت وهتلاقي على طول اهو الكونكشن تم. بعد ما ربطنا الساعه بالمكالمات نقدر ان احنا نشوف الاسماء اللي احنا سجلناها على الساعه، وكمان نقدر نشوف المكالمات الاخيره اللي احنا عملناها من والى الساعه، ونقدر نعمل كمان مكالمه من على الساعه والمكالمه تتم. لكن للاسف الشديد مفيش شبكه في المكان، كان المكالمه مش هتتم. طيب من النقط المهمه جدا برده في الكونكشن، وهو هل الساعه تدعم اظهار اسم خاص ولا لا. الساعه تدعم اظهار اي اسم هيرن عليك، لما بتكون رابط الساعه زي ما احنا شايفين مع بعض كده، لما تكون رابط الساعه بالسوفت بس الاسم يظهر بدون ما تعمل اي اجراء من الساعه، فانت هتعرف بس لما تتصل بيك وترد من على الموبايل، او لو لابس ايربود ترد. لكن لو انت رابط الساعه بالمكالمات فتقدر ترد وتقدر تكنسل زي ما احنا شايفين كده، وضغطنا على السكرول يبقى بنكنسل. لكن لو عايزين نرد بنرد، وصوت الساعه في المكالمات كويس جدا، اسيبكم تسمعوها. هشام الو، هشام صوت كويس؟ سمعني كويس كده و... طب مسي على الناس كده عشان انا بسجل لك دلوقتي. عشان في جيف اواي على 30,000 مشترك. ماشي يا حبيبي، تسلم. سلام. طبعا بالنسبه لنقطه التحكم في الساوند، نقدر ان احنا نسمع اغاني او نسمع ساوند من على الساعه، نقدر ان احنا نتحكم فيه من على الساعه، لكن الصوت هيخرج من الساعه. لو انت لابس ايربود تقدر تتحكم من على الساعه، لان الصوت هيخرج من الساعه. لكن لو انت رابطها بالسوفت بس تقدر ان انت تسمع، لكن ما تقدرش تتحكم من على الساعه. ده كده كل الكونكشن فيه عجاله وكل تفاصيل ربط الساعه بالموبايل. ولو في اي استفسار اكتبه لي في الكومنتات وهرد عليك على طول. خش على الجزء الاخير من الفيديو نتكلم عن الخلاصه وراي عام عن الساعه، ايجابياتها وسلبياتها. يلا بينا. الخلاصه وراي عام عن الساعه الجي اس 7 برو ماكس. لما بتيجي تشتري ساعه كوبي بيبقى اختيارنا الاساسي الساعه الكوبي ان هي تكون شكلها كويس، بعد كده تكون ماتيريال كويسه، بعد كده تكون بطاريه كويسه، بعد كده تكون ادي اوبشنز كويسه. لكن لما بنيجي نشتري ساعه كوبي اخر حاجه في اختيارنا للساعه الكوبي ان هي تكون بتقيس كويس. يعني لانك بتشتري كوبي، اخر حاجه في اختياراتك للكوبي ان هي تكون بتقيس. ده اللي اتعلمته على مدار سنتين ونص او ثلاث سنين في شغلنا في الساعات السمارت ووتش. مش ديفو في الساعه ان هي مش بتقيس كويس، ده حاجه لازم نقف عندها، لكن المميزات اللي فيها كتير جدا. الساعه بتيجي بشاشه كامله، الساعه بتيجي ببطاريه 350 ملي امبير، الساعه بتيجي بماتيريال حلوه جدا، الساعه كمان بتيجي بعربي بشكل العربي شغال فيها بشكل كويس، تدعم اظهار اسم متصل، المايك بتاعها كويس جدا، صوتها في المكالمات كويس جدا، البرنامج بتاعها بيدعم مجموعه كبيره جدا من الخلفيات، الكونكشن بتاعها كان ممتاز جدا وما عملش معايا اي مشكله. بطاريه الساعه برضو اشتغلت معاها بشكل كويس على مدار 3 ايام كانت شغاله فيهم، ما بين السوفت والاتصال وما بين ان انا مش رابطها بالموبايل خالص. فبنسبه كبيره الساعه ايجابياتها ومميزاتها حلوه جدا. لما اجي اتكلم عن الديفوهات اللي فيها،
لان على مدار شغلنا زي ما انا قلت كانت كل الساعات مش بتقيس بشكل كويس ما عدا طفرات، يعني كان في طفرات كده زي الاكس 7 بلس حتى واحنا بنعمل ريفيو قلنا ان هي مش بتقيس كويس كالعاده، لكن انبسطنا جدا لما لقيناها بتقيس بشكل عملي. ما عنديش اي دفعات الصراحه اقولها على الساعه، شايفها ساعه محترمه جدا برده، ومن ساعه التوب لساعه الكوب الابل، واحده من الساعات المميزه حاليا في السوق المصري. كان ان شاء الله اكون خلصنا الريفيو الخاص بالساعه جي اس 7 برو ماكس. اتمنى ما اكونش طولت عليكم، اتمنى يكون الريفيو وضح لك كل حاجه محتاج تعرفها عن الساعه. ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه لو الفيديو عجبك، ادينا اللايك الجميل، فعل زر الجرس يوصلك كل جديد في عالم السمارت ووتش بشكل خاص، اكسسوارات الموبايل بشكل عام. عايزين نفكركم ان في جيف اواي كنا اعلنا عنه لما نوصل 30,000 مشترك، هتبقى هديه ساعه من الساعات اللي احنا عملنا عنها ريفيو، وكنا كمان اعلنا عن اسم الساعه. فما تنساش تشترك، تخش اشترك في الجيف اواي، هتلاقي لينك شروط الاشتراك موجوده تحت في الديسكربشن. معاكم محمد في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.